ألا يستحق المغرب أن نقول به شعرا، أن نقول به شعرا؟ ألا يستحق الذين يستضيفوننا أن نقدم لهم من قلوبنا باقات من الحب؟ ولذلك فإنني باسمكم جميعا أقول للمغرب: أتيت على جناح الطائرات وفوق الغيم أكتب معجزاتي، لعين المغرب الشماء مني سلام فيه من طيب الصفات. وها قد بالجموع أقول شعرا يسجل في سجل المكرمات، وهل إلا نظمت الشعر شوقا لتربتها وتكريم الذوات؟ فيا شعري فجد بالله عني وقم وانشد حروفا طيبات، وزر كل الأماكن واحتضنها ولا تبخل بشعرك واللغات، فإن بمغرب الأحرار أهل وهم أهلا أكفاء ثقات. بوركت. طبعا حينما أسافر عادة لا يأتيني جن الشعر إلا في الطائرة، حينما أصعد إلى الطائرة أبدأ بالكتابة إلى البلد الذي أذهب إليه. حب المغرب يسكن في القلوب منذ سنين طويلة. ونبتدئ هذا المساء بندوة ثقافية عن القدرة، رقصا تراثا وذاكرة. وحينما نحتفي بتراثنا وفلكلورنا الشعبي فهذا جزء من حفاظنا على هويتنا وعلى لغتنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا. يؤطرها هذه الندوة الأساتذة بإدارة الدكتور الأستاذ محمد رمسيس، فليتفضل مشكورا. والدكتور أنس أمين، والدكتور عيال السبيع، تؤطر هذه الندوة. بس لو يفتح يا شباب افتحوا ال بقول أنا من الشايف طول من تؤطرها الأستاذة الشاعرة مينا حسين صديقتي بس بنسى حالي. مينا حسين، رحبوا معي جميعا بهذه القامات التي تستحق منا دائما أن نقدم لهم أقل ما يمكن كلمة شكرا على حفاظكم على تراثنا على هويتنا. وأترك المسرح بإدارته كاملا إلى الندوة وتقديرها وأساتذتها وإدارتها. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه من الأخيار الأبرار الأطهار إلى يوم الدين، وحمدا لله وبه نستعين. تحية مسائية حضارية إنسانية
فكرية أدبية رفيعة المستوى إلى كل الحضور الكريم الذي شرفنا بأرواحه العطرة ونفوسه الزهية من المملكة المغربية الشريفة ومن كل ربوع وطننا العربي الحبيب، وذلك في إطار فعاليات مهرجان حلالة العربي الأول، وذلك تحت شعار بالإبداع الأدبي والفني يلتحم الوطن. فعلا التحمنا في مهرجان حلالة العربي الأول، وذلك من خلال تلك الأمسية الشعرية البارخة التي حاضر فيها ثلة ونخبة من شعراء العربي الفصيح ومن شعراء الحرف الزجلي البديع، كما عشنا أيضا أطوار تكريمي رمز من رموز الشعر المغربي الحديد الدكتور مراد القادري رئيس بيت الشعر. كان كل ذلك هنا في هذه القاعة الطيبة المباركة الميمونة، ونحن هنا يلتحم الوطن بنا ويلتحم الوطن بكم. هنا في المغرب يحدد موقعنا الاستراتيجي الهام الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط من جهة والمحيط الأطلسي الكبير من جهة تانية، نحدد موقعنا ونؤطر تاريخنا وحضارتنا وموروثنا الثقافي والمعماري وكذلك الفني والفكري. فبلادنا المغرب ما شاء الله لها فسحة على خريطة العالم العربي، بل على خريطة العالم بكونه تؤكد كلمة المغرب الفضاء الكوني الذي نعيش به. فلنا رجالنا، لنا نساؤنا، لنا شبابنا ومفكرونا وأدباؤنا وكذلك شعراؤنا وإعلاميون هنا في المملكة المغربية الشريفة. أحبائنا أعزائنا اليوم في هذه القاعة الحمراء بقلوبكم وبأرواحكم ندعوكم مرة ثانية، وذلك في إطار أشغال وفعاليات مهرجان حلالة العربي هنا بمدينة القنيطرة. يشرفنا أن نستأنف هذا النشاط. يشرفنا أن نستأنف هذا النشاط الفكري بندوة أكاديمية تحتفي برقصة الجدرة. هذه الرقصة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ تحكي قصة صحراء مغربية، صحراء وطنية، صحراء تكترز من ذلك الدخر ومن ذلك الفن المغربي الأصيل عن طريق لوحات معبرة بالأيادي وباللسان الصحراوي الوطني المغربي، فيها تعابير ترجع بنا إلى الأمس البعيد كما ترجع بنا إلى الأمس القريب، كما تحطنا في هنا أمام الأمر الواقع، واقع حضارة مغربية سيدة. أيها الأعزاء الكرام، أيتها العزيزات الكريمات، صفقوا كثيرا معي على من سيرافقنا في هذه الندوة الفكرية بكل الشوخ وبكل هالة الفكر الأدبي الوضيع، بكل الشعلة وبكل الألق وبكل التوهج وبكل ذلك الانتماع الذي يسري فينا بعد قليل، فنغذي قلوبنا ونغذي
نغذي أرواحنا ونغذي كل شرايينا. معكم في هذه المائدة المسيرة وفي هذه الندوة الأدبية الفكرية عن رقصة اليدرة، كل من الدكتور المغربي المقتدر والوازن الدكتور محمد رمسيس. كذلك معنا الأستاذ الكريم الأستاذ البارز في مجاله الفكري الناقد السيد الفاضل عيد سبيعي. وكذلك معنا الدكتور المغربي الشاعر والناقد ابن هذا البلد الكريم الطيب الدكتور أنس أمين. سوف نبدأ أشغال هذه الندوة، ولكن قبل ذلك يجب أن أرحب بكم بطريقة خاصة جدا. عندما يتوطأ القمر من ماء التبتل ساعة القطر، عندما يتوطأ القمر من ماء التبتل ساعة القطر، وعندما تصلي الشمس على تراتيل الشفق فوق آخر نقطة من مساحة البحر، أتذكر وداعتكم، أتخيل وداعتكم، وأستنشق ملء أنفاسي ما تناثر لديكم هنا وهناك من رائحة الحب. فباسم الحب أدعوكم جميعا إلى أن تشاركوا معنا أطوار هذه الندوة التي سنبدأها بأستاذ متميز وبقلم رفيع المستوى له باع طويل في المجال النقدي، فحروفه تجتمع على مجموعة من صفحات الجرائد العربية والجرائد الوطنية، كذلك حروفه سيالة في الجرائد الوطنية والعربية وله مجموعة من المقالات الكبيرة. عندما يحط الرحال فوق أي مؤلف من المؤلفات فإننا نجد بأن الأفكار تنهمر دفاقة كسيل مطمر، فتعطينا جلائنا دفاقة بالكلام النقدي البديع الذي يستحق منا أن نقرأه بقلوبنا قبل عيوننا، ويجب أن نضع فوقه قلوبنا قبل أن نضع فوقه عيوننا. إنه الدكتور الذي يجلس على يميني وأنا أعتز وأفتخر بهذا الشروخ وبهذه الإطلالة البلية، إنه الدكتور محمد رمسيس معكم اليوم في هذه الندوة، فمرحبا بنا معكم ومرحبا بكم معنا ومرحبا بالدكتور أستاذي الجليل. تحية قاسية لحضورك. كلمة شكر في حق الدعوة الكريمة لجنان منظمة المهرجان للحلال لكم القول بالنسخة الأولى. شكرا للسيدة المسيرة على هذا الكلام الذي يليق بمغادرة الحياة وليس بالإقبال عليها. كلام شفيف بادخ، شكرا لك السيدة المسيرة. قبل أن أحدثكم بشيء من التفصيل عن لباس هذه الرقصة، أدواتها، المكونات ديالها، أنا عندما تلقيت الدعوة تساءلت، والمهرجان مهرجان الشعر، ما هي الصلة الموضوعية بين الشعر والرقص؟ هل هناك نقاط تماس أم نقاط تناهي بين الرقص والشعر؟ وبأي معنى أنهما معا يبحثان على الامتلاء والانتشار؟ نحن جميعا نعيش نوع من الضجر
في هذه الحياة بتكرارها يوميا، ولكن عندما نرقص نحس هذا الامتلاك، وعندما نكتب شعرا أو ننصت لشاعر ينشد شعرا نحس بهذا الامتلاك. إذا كان الرقص لابد في البداية أن أضطر حضاريا تاريخيا هذا الفعل، فعل الرقص ثم فعل الشعر، لأن فرقصة القدرة ننصت لشذرات شعرية تلون هذا الفضاء، كما أن الرقص يقول شعرا بالجلسات. في هذا السياق تساءلت كما قلت، إذا كان الرقص هو كتابة للشعر بالجلسات وتلوين للفضاء، هل يمكن أن نعتبر الشعر رقص بالكلمات؟ في بداية القرن العشرين قال بول فاليري، إذا كان المشي نطر فالرقص الشعر. وقبله بقليل قال شاعر شر جميل شر مدلاه، الرقص كتابة للشعر بالجلسات. إذا لاحظوا معي هذا التقاطع وهذا التماس القوي بين الشعر والرقص. تاريخيا نشأ الرقص قبل ظهور الديانات، كان الراقص يبحث عن استرضاء الطبيعة قبل أن يعي وجوده في صلته بخالق لا، بمعنى المعنى كان الراقص يقف حائرا من تفسير هذه الظواهر الطبيعية غير المفهومة، ويقوم بهذا الرقص الشعائري قبل أن يرقص في سياقه الديني في الثقافة الهندية، قبل أن تأتي اللحظة اليونانية التي سنجد فيها رقصا منظما في سياق مسرحي وازاه أشعار هوميروس وتحدث عن حوالي 900 سنة قبل الميلاد. نفسنا نفكروا في واحد 3 سنة، ولكن الرقص مختلف محطات الحضارة البشرية اعتبر لعب بالجسد ومعه ومن خلاله، كما أن الشعر لعب باللغة. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن التشكيل، هو لعب بالظل والضوء والعتاب، واللعب هنا ليس نقيض للجدية. أنا أتصور أن الأمم اللاعبة هي الأمم المبدعة. أنا أستدعي في ذاكرتي الألعاب الأولمبية في الثقافة اليونانية. بالتالي عندما أقول أن الرقص لعب بالجسد، أنا أشير إلى القيمة البدائية للعب. كيف نراوغ هذا الضجر كما قلت، وهذا الملل الذي ينشأ من الروتين والتكرار اليومي؟ بمعنى من المعاني الرقص يمنحنا قوة تحررية واستقلالية وانطلاق. وكما قلت كل فنون بهذه الخلفية يمكن اعتبارها شكل من أشكال اللعب مع المادة، مع اللغة، مع الضوء، مع الجسد. بمعنى من المعاني الرقص هو لغة دون كلام، وما بعد الكلام هو طاقة تحررنا من ما يعتقلنا يوميا. أتصور أن الراقصة عندما ترقص يتحول شعرها إلى يد ثالثة، وهي تكتب الشعر بالجذع والطرف بضفائر الشعر باللباس بكل حركة تماما. عندما يكتب الشعر كل مفردة يريد أن يكون هو أول من قالها، ونفس الشيء ينطبق على الراقصة، تريد أن تكتب شعرا في الفضاء وهي تحرك هذا الجسد بكل خلية فيه. بمعنى حضاري الرقص هو أعرق الفنون، سبق اللحظة الدعاء
دينية أنا أتحدث قبل اكتشاف الكتابة في العصور القديمة بمعنى 5500 سنة قبل اكتشاف الكتابة، كان الراقص يستبعد من وجدانه هذه الخفية الدينية، وكما قلت من بعد سيظهر الرقص باعتباره طقس شعائري، ولكن في جميع الحالات كان هو لحظة غبطة، لحظة فرح، ولحظة انتشاء، ولحظة صناعة للسعادة والامتلاء. لكل هذه الاعتبارات أتصور أن الراقص يتوفق في كشف لبس هذا الجسد الملتبس الذي يكون في حالة خضوع وفي حالة رضا واطمئنان زائف، عندما نكون كما نحن في هذه الندوة نظهر شيئا من الوقار الزائف على كل حال، ولكن لحظة الرقص نكون كما نحن، نكون كما نشتهي، نريد أن نعيش هذه الحياة بالطول والعرض دون اطمئنان زائف في هذا الخلق الذي يريد أن نصوره. الرقص يمدد فترة الشباب، بمعنى أن لحظة الخمول هذا الجسد الخامل، عندما أرقص أنا أستبعد شيخوخة الجسد، وبمعنى المعالي أنا أحتفي بالحياة في الرقص. وبغياب الرقص كما قلت يشيخ هذا الجسد شيء فشيء، فما معنى أن نتقدم في اتجاه المستقبل؟ نحن دون أن ندري الذهاب إلى المستقبل هو ذهاب إلى الموت، إلى الحتف. وكما قلت في صبيحة اليوم في حفلة التلقية، عندما نكتب أو نرقص نحن نرجئ الموت ونعيش الحياة بملء الاندفاع. في هذا السياق أقترح عليكم مقارنة رقصة البدرة. هناك سياق تاريخي وجمالي طويل جدا، ولكن كي لا أطيل سأكتفي بحوالي ربع ساعة في المداخلة وأمر مباشرة لرقصة البدرة بعد هذا التقرير السريع جدا، لكي أقول أن هذه الرقصة رقصة البدرة تنتسب للتراث الحساني الصحراوي المغربي، والتي نشأت في منطقة وادمير بطبيعة الحال جنوب الصحراء، بالمين بوابة الصحراء، ومن هناك انتشرت في باقي الجهات الصحراوية. بطبيعة الحال اختلف الباحثون حول تسمية البدرة. الباحث إبراهيم الحسن يقول بأنها مشتقة من القادرة